نتكلم على نص إن شاء الله، هو عمل راح يكون في 25 فبراير إن شاء حلو الله. حلو. هو عمل اسم قصة وطن. يعني اليوم كنا قاعدين أنا ويا المخرج محمد الطني، نمسي عليه بالخير يعني، وخلاص يعني بعدين نشتغل فيه. يعني احتمال كبير تقريبا 90% احنا خالصين اننا بنحطه راح ينعرض بدور السينما كلها ان شاء الله. اي بهاليوم هذا. هو يعني صاير نص شعري بس قريب من انه يكون فيلم قصير، يتكلم عن تاريخ الكويت، بدايتها، الاحداث اللي مرت فيها لغايه الحين. خلينا نشوف. انا ما ادري هو طويل بس انا اسمع يعني منك اي ما اكتب وكذي، فان شاء الله اني اكون ان حافظه. شاء الله. يعني هي مثل حزايه يعني كذي، بس عاده الحزاوي تكون حق الصغار، احنا هني قصتنا وحزايتنا حق الصغار والكبار. يعني نقول كان يا ما كان في سالف العصر والدنيا فضا مع اول انفاس العمر وتراب ليمد النظر وصحراء تغطي هالزمان كان فوق الارض حلم وراح يدور عن مكان وتم هالعالم يدور لين ما هالحلم أشرق وابتدى بالكون نور اشرقت شمس وتزاحم غيم وانهار وطيور اختفت كل الصحاري وابتدى فيها مطر من خيالات أمنية كانت تشبه بغنية وامطرت في كل بيت اسمها كان الكويت وابتدينا كانت الدنيا صحاري واحنا اول من زرع فيها شجر والسماء كانت اماني وامتلت غيم ومطر ابتدينا نبني الدنيا ونرفعها بيدينا وصرنا اول من عرف معنى الوصول صرنا اول من علا فوق السهول صرنا اول من بحى معنى الذبول لين كل انجاز بالدنيا تجمع وانسكب نور بيدينا واعتلينا احتلينا صرنا في كل شيء اول بالرياضة بالحضارة بالرسم بالفن بالمسرح لغاني بالمواقف بالسياسة بالتطور بالمباني حتى بالأحلام كنا نعتلي كل المعاني وابتدى الإنجاز منا وابتدى الإعجاز منا لين صار الحلم أرض بس كانت مثل جنة وشرقت بالكون درة وصرت درة يا بلدنا مثل ما بالكون نور وحب وسلام وطيبين في حقد وفيه ظلم وفيه كره وكارهين ريح سودة وعاصفة والخوف غطى هالبلاد غيمة مليانة دموع وامطرت فينا سواد وبان حقد الحاقدين انفجر هالصبح فينا وانتثر دم وخراب اعتلى صوت المآسي انفجارات وارهاب وطارت آهات وشظايا في سمانا وما وعينا إلا والديرة تنوح يا كثر ما شال قلبك يا بلد حزن وجروح اخطفوها دمروها احرقوا كل شيء فيها احرقوها بس لأنها كانت أغلى 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 من أي شيء وكنا ندري بلا وطننا ما نساوي أي شيء كان لازم كلنا نوقف معاها كلنا إيد بإيد نسقي هذه الأرض دمنا من الوريد للوريد رجعت الأفراح فيها وطارت طيور الظلام وابتدى الفجر الجديد ومن جديد ابتدينا لأن الله حامي هالديرة طيبة ناسها لأن أصلاً من بنوها علمونا شلون نعشق ساسها علمونا شلون نعطي شلون ننجز شلون تشرق فينا الشمس شلون نحمل هالرسالة من اللي عاشوا فيها أمس علمونا أن الحياة ما تساوي بلا وطن وبس عشان إحنا نعيش ادفعوا أهم الثمن ورحلوا كلهم عشان الكويت تبقى للأخير وصارت الديرة بيدينا وصار بيدينا المصير والتحدي الحين أكبر يا نكون أو ما نكون يا نصير أو ما نصير بيدنا نرفع علمنا ونبقى شيء بهالعلم بيدنا نوصل بلدنا ونرجع نقود الأمم بيدنا لكن بشرط أن نرمي كل مصالحنا ونرميها بعيد طائفة حزب وتجمع حلف تيار وقبيلة كل هذا ما يفيد كل هذا ما يهم لأن الكويت الأهم تبقى الكويت الأهم وهي الكويت
الأهل. الله يسلمك.